شرنوبي ولا شرنوبي؟ اظهر يا شرنوبي اظهر. طب هو انا اختفيت قبل كده وانا بكلمك شرنوبي؟ طب لو راجل اظهر، لو راجل ما ظهرش عشان مش راجل. اروح اتدلع بقى انا. ايه العريس تيريبيتيت؟ ايه العريس لالالالي؟ ايه العريس؟ ما انت بتخاف اهو يا عم. اخاف منك انت؟ انا فكرتك فور. سمعتك فاجئت لك بتقول لو راجل ظهر لي. الراجل ظهر. شرنوبي صوت المكنة عندك عالي، انت محتاج تغير زيت. هدوسك، هزعلك، هتغلط هنغلط، هتضرب هنشتم. ممكن اعرف ايه اللي دخلك اوضتي؟ ياه، انا اللي خليتها اوضه. الفرش ده على سوقي، الدولاب ده كان كرسي. انا مسيق مرتين، قول لي انت سيقت ايه؟ سيبني النهارده كده مش هعرف اعمل حاجه. كده كده مش هتعرف تعمل حاجه. يعني ايه؟ انت بقى على الفاضي. عادي بس في الخطوبه عايز تفرتك الدنيا. طب ممكن تحط نفسك مكاني؟ يا ريتني كنت مكانك. انت بتقولي عيب كده؟ يا ابني بقولك انا عريس. بتضغط عليا؟ خلاص انا موافق. يلا بقى عشان الليله ما تضيعش علينا. يا ابني عيب ما تقولش كده، مش هعرف اعمل حاجه وانت موجود. طول ما انت موجود ما انا مش هقول لحد. ايه الامانه دي؟ ولا اختفي من قدامي. ايه ده؟ ده اختفى؟ ده انا جامد بقى. والله واد غلبان، معرفش ايه اللي ما شاف سكه العفرطه. ما غيرتش هدومك ليه يا فاتح؟ فرحان بالبدله الحقيقه، اول مره البس بدله يعني ومش هلبسها تاني، ودي ليله العمر. ايه رايك ناكل واحنا لابسين بقى البدله والفستان كده؟ ايه ده؟ في حد يفتح على حد كده؟ اتكلم عليك في الثلاجه، خايف تحمر؟ اقفل. بلاش اكل. ليه اكل يعني؟ بيقولوا في الليله دي الواحد لازم يبقى خفيف عشان اليوم يعدي خفيف. مش عاجبني يا فتحي، عندك مشكله نروح للدكتور او اساعدك. هي وصلت لكده؟ اه. يبقى لازم تعرفي الحقيقه. الشقه دي فيها عفريت. ياما. على فكره الشقه فيها عفريت بجد، واسمه شرنوبي. في عفريت اسمه شرنوبي؟ وماله اسم شرنوبي؟ شرنوبي. لا انا خايفه. ما تخافيش. لا لا ما تخافيش، مش مؤلم. انا عايزه امشي. لو مش عاجبها اسم شرنوبي اغيره للبطل. بطل مين يا عم؟ بتقول ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ الجماعه قاعده، ممكن بقى تسيبنا في ليله العمر دي وتمشي عشان فزعتها؟ يرضيك امشي في وقت ما اتاخر زي ده؟ امشي انا هتمشي هي. امشي انت احسن ما تمشي هي. سيبنا كمل ليلتي بقى. ما تمشوش، ما تمشوش، تخشوا كملوا ليلتكم. انا انسان قبل ما اكون عفريت. انا مش وحش على فكره، انا عفريت كويس، لكن نقول ايه بقى في العفاريت ولاد الحرام. انا همشي، بس اوعوا تنسوا ان في الشقه دي كان في عفريت جدع اسمه شرنوبي. يا عم غور بقى. انا همشي، انا عايز امشي يا فتحي. خلاص. لا لا انا خايف. لا لا انا يا بنتي مشي خلاص. لا ده احنا هنقضي ليله دلوقتي وهتتفرجي بقى دكاتره مين. اخيرا بقينا لوحدينا ولا حدش يشمت فينا. ايه يا فتحي ده؟ انت بتقول شعر ولا ايه؟ اه يا جسمي من ملبن وعقل من حجر. لا يا اخويا انا احب اخد وقتي. تاخد وقتك ده هو دلوقتي. اوعى. احنا هنضيع بقى الليله في الهزار. ما يلا بقى. يلا يا يواط. ايه ده انتوا شايفيني؟ نسيت اقول التعويذه. ايه الغباء ده؟ نسيت اقولها. طب وحط امك، وحط امك كانك يعني مش شايفني. كملوا عادي، كملوا عادي وحط امك. انت هنا بتعمل ايه؟ انا عايز اتفرج عادي. تتفرج على ايه يا ولد؟ يلا يا شرنوب احنا في ليله الدخله. انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ انا شفت كل الجوازات اللي في العماره ومحدش اعترض ولا حاجه، ما كانوش بيتضايقوا مني. اتفرجت عليهم هم كانوا بيشوفوك عادي؟ لا ما انا كنت ببقى قايل التعويذه. ما قلتش التعويذه ليه؟ ما كناش شفناك وكنت خلصت في ليلتي. نسيت
نسيت يا اخي، سامح بقى. اطلع بره يا شرنوف. ليه؟ عايزين نتكلم في موضوع عائلي. طب ما تتكلموا قدامي شويه، ارغوا كده شويه عقبال ما اخلص الفشار وهمشي على طول. لا سيبهولي اختفي. حياة امك خليك جدع. بقول لك اختفي. يلا بقى. خفيت وشفتني لما خفيته؟ لا يا اخويا اخاف، ممكن يبقى مستخبي تحت السرير في الكوميدينو فوق تحت وبعدين يعمل التعويذه ويرجع لنا. الله يخرب بيت امي ده يوم. اه على امي دي تعويذه. اه يا اخويا. تلعب يا عم وما تلعبش انت ليه؟ عشان الظهر في ايدك يا غبي. ما تقرصش في الظهر يا حربي، عيب، انت راجل ميت. وانت عارف ان انا ميت غرقان، وعارف ان انا خلقي ضيق، يبقى لازمتها هنا بابا في الكلام ولا ايه؟ خلاص. انت كنت عايش محترم عن كده، ما تهدى يا اخي. بقول لك يا شرنوبي، هي الاوضه اللي جوه دي مش هتفضى بقى. كراهي يا زيزو، ما تهدى على نفسك شويه، هتاخد ايه اكتر من الطلقه اللي في راسك؟ طيب والحمام منين؟ ليه؟ مش عشاني، الأنيسة عايزة تغير الميك اب بتاعها. ما تغير الميك اب قدامنا، ليه؟ هتتكسف يعني هتتفرج على بقها؟ ما تغير وسط اخواتها. ايه المسخرة دي؟ ميتين داخلين وميتين خارجين، لا احنا كده مش في بيت، احنا في مشرحة. لا ما يصحش كده، هو انت قلبت لنا البيت غرزة؟ خد المقاطيع دول واتكل على الله. ما تهرجنيش قدام صحابي عيب. مش هعرفك الأول عليهم؟ حربي منقذ في شط المنظرة. بيحب البحر قوي، من كتر حبه للبحر خد عوامته ونزل البحر، لكن يا خساره غرق. منقذ يغرق؟ ما تفكرنيش يا اخي. خلاص يا حربي. يا اخي بتفكرني ليه؟ حربي كنت منقذ واحد غبي ماسك في العوامه. يا بابا سيب العوامه، ما سابهاش خط ونزل في قاع البحر. خلاص يا حربي. ليه بتفكرني؟ هو ساب العوامه خلاص يا حربي؟ شروبي. خلاص يا حربي اهدى كده وخد لك نفس. نفس؟ كنت فين وانا بغرق؟ أما دول زيزو ورانيا، ومن الحب ما قتل، عشيق وعشيقة، القصة المعتادة في السينما المصرية. عشيق إيه؟ ده الزبيبة قد كده في راسه. زبيبة إيه؟ دول هنود. هنود إيه؟ إيه ده أنت بتتكلم عربي؟ يا عم ما تطلع إيه؟ آه بس أنا فهمت، هي الست دي أكيد كانت بتخون جوزها مع الأستاذ ده. لا لماح. لماح مين ده؟ أنت واخدها في نص دماغك. اسمك ايه يا قمر؟ اسمي لا لا لا، تعالى كده بقى يا فتحي. جرايه مرحومه. ايه يا بنت؟ ايه اللي مطلعك في نصاص الليالي مع الاشباح؟ مالك يا حبيبتي؟ انا قلت املى. بتغيري عليا يا فوفو قوي قوي يا فتحي. جرايه فتحي، ما تحترم الميتين اللي قاعدين يا اخي. لا يا حبيبي، البيت لي حرمه. وحضرتك مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ ما هي ست اهي وقاعده زي الفل. تعالي بس خش معانا كده بس. ما تحترم نفسك يا عبد المهرجه، ما ينفعش تكلم مراتي كده. وانت يا عم خد المقاطيع دي وكوره في دايه. بتغير عليا يا فتحي؟ بغير عليكي قوي. لا ولسه بقى لما يمشوا هقوم مدهوره في دايه بقى وسيبونا. خلاص يا فتحي ماشي. بقول لكم ايه، السهره بوخت قوي، تيجي نختفي كلنا في لحظه واحده. الحمد لله مش وبقينا لوحدينا. وحبيبي يا عيني. سهر عيني. يا عم ارحمنا بقى. مشيتهم وجيت،